الحقيقه يعني على صعيد برضو يعتبر متصل الى حد ما، في الفتره الاخيره كلنا شهدنا ان مصر استضافت مجموعه كبيره من البطولات العالميه الكبيره، اللي من بينها بطوله العالم للخماسي الحديث للكبار، ودي واحده من اكبر البطولات العالميه ومؤهله بشكل مباشر لاولمبياد طوكيو، وده طبعا يعني بعد نجاح مصر في تنظيم بطوله العالم لكره اليد ونجاحها في تنظيم بطوله العالم للسلاح وكاس العالم للجمباز الى اخره. امبارح شاهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه فعاليات المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل بطوله العالم للخماسي الحديث للكبار، طبعا دي زي ما كنت بقول لكم مؤهله لاولمبياد طوكيو 2021 واللي بتستضيفها مصر خلال الفتره من 8 الى 14 من يونيو الجاري، طبعا بتستضيفها على كل الملاعب وكل الصالات المخصصه بالهيئه او هيئه استاد القاهره الدولي. هنتعرف مع حضراتكم على تفاصيل اكثر متعلقه بهذه البطوله من خلال التقرير ده ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. Was discussed already weeks before with my colleague. بعد المشاكل السياسية اللي كانت في بيلاروسيا قرروا تأجيل البطولة مش إلغائها تماما، فهي لسه هتتعمل في بيلاروسيا في السنين اللي جاية إن شاء الله، بس كان لازم يشوفوا الحل الآخر، وهي كانت مصر من الحاجات اللي خليهم مستريحين لأن هم عارفين الملاعب كلها، ومصر نظمت أكتر من 10 بطولات على مدار السنين اللي فاتت. فكان بقى الكلام مع باشمهندس شريف العريان ودكتور أشرف صبحي، وكان في سبورت جامد جدا من الحكومة ومن الدولة ومن الاتحاد الدولي، وفي ساعتها قرروا إن البطولة هتتعمل في مصر، وهم واثقين إن شاء الله إن هي تكون حاجة كويسة للتأهيل للأولمبياد طوكيو بإذن الله. مصر دولة كبيرة بتثبت الكلام ده يوم بعد يوم. الحقيقة مصر يعني بعد ما وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الصحة ابتكروا نظام الفقاعة الطبية، بدأت ببطولة اليد، وبعديها كان في دراجات ورماية وسلاح وخماسي، دلوقتي مش عايز انسى العاب وجمباز. طبعا الخماسي الحقيقة بينظم بطولات كبرى بقاله زمن، انما البطوله دي ليها قصه، ان الاتحاد الدولي قرر سحبها من احدى الدول الاوروبيه وتواصل معانا، واحنا تواصلنا فورا مع وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه في فتره قصيره جدا ان احنا ناخد الموافقات الحكوميه المطلوبه لتنظيم هذا الحدث الكبير. احنا انتقلنا من فكره ان مصر تستطيع لمرحله ان مصر تستحق، هي دي المكانه الحقيقيه اللي مصر تستحقها. احنا بقالنا 6 شهور بننظم اكبر بطولات في العالم، البطولات دي هي اللي مؤهله ليها عامل رئيسي للتاهيل لدوره الالعاب الاولمبيه، فكون ان اللجنه الاولمبيه الدوليه تاخد مثال وتاخد البروتوكول اللي مصر قائمه بيه، فدي رساله قويه جدا مش لمصر، دي رساله قويه جدا للعالم ان احنا ماشيين الحمد لله على التراك المظبوط، وهنتنقل نقله ثانيه المرحله الجايه ان شاء الله. طبعا استضافه مصر يعني لبطوله العالم للخماسي الحديث دي مش حاجه جديده على مصر في رياضه الخماسي الحديث بالذات، انما الجميل ان احنا في ظل الظروف الصعبه دي شفنا ان مصر قدرت انها تتحمل مسؤوليه في اكتر من لعبه، شفنا الجمباز، شفنا الرمايه، شفنا طبعا كاس العالم الرائع بتاع الهاندبول، نفس الكلام ان شاء الله بيحصل في بطوله العالم للخماسي الحديث. اتوقع تنظيم على اعلى مستوى، واتوقع ان شاء الله نتائج على اعلى مستوى.